خلال زيارته لبعض مناطق الظل بولاية معسكر، التقى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بتنمية المناطق النائية إبراهيم مراد المواطنين، حيث استمع لانشغالاتهم المطروحة بدواويرهم. كاين بعض الطرق مازال ما كملتش، والحاجة الثانية السكن، تسوية الوضعية تاع السكن تاع ويتكاز تاع العقود، حاطينها منطقة سياحية وهي قاعدة خاوية سجلوات. ونتمنى منهم المزيد من المطالب، ونتمنى منهم إن شاء الله زيارة أخرى. مرات قال إن مستوى تجسيد المشاريع الموجهة لمناطق الظل في معسكر مرتفع مقارنة بولايات أخرى. والله صراحة بكل موضوعية هي ولاية رائدة، باعتبار أن ما حققته في ظرف وجيز جدا يتماشى هذه السياسة التي أرادها السيد رئيس الجمهورية، ألا وهي ترقية مناطق الظل. فالعملية مست كل هذه المناطق التي تم إحصاؤها من قبل، وتم إحصاء كل النقائص بها، مجهود كبير تم بذله. وأضاف المتحدث أن السنة الجارية ستكون للسكن الريفي لما فيه من امتيازات للمواطنين. إذن أول شيء اللي ساهم ثاني كذلك باش يرسخ المواطنين في أرزاقهم هو البناء الريفي. الرئيس مقتنع العام هذا الحصة اللي راح يستفاد منها الولاية تكون أحسن بكثير مما كانت عليه من قبل. وينتظر توجيه مشاريع أخرى للمناطق المعزولة التي لم تصلها التنمية بعد.